بصراحة اللقاء اليوم كان معناه مفيد ومثري، وخاصة أنه لقاء يخص كيفية الانتهاء من المرحلة الانتقالية في أسرع الوقت، وخاصة منها المصادقة على القراءة الأولى بتاع الدستور وتحديد موعد الانتخابات. هذا في حقيقة جملة ما كنا نحكي في الموضوع، وفهمنا السيد الرئيس بكونه عندنا في وسط المجلس الوطني التأسيسي لجنة تاع توافقات، اللي هي باش تكون المعين الأول، وسر نجاحها هو نجاح المصادقة على الدستور فقر بخت، والبقية إذا كانت تراسي الشيخ عبد الرزاق فقط في إطار لجنة التوافقات. والله توا على كل حال بالنسبة لليوم المسألة كما توا حكاها السيد طاهر، هو على اساس انه السيد الرئيس حثنا على الاسراع في انجاز الدستور في صيغه الدستور، هذه مساله خاصه قال مضى به قبل سبتمبر. احنا بينا كونه احنا بيد الساعين وفي المساله هذه ككتله نيابيه برلمانيه وكحزب زاد موجود على مستوى المجلس الوطني التاسيسي، ولكن قلنا راه فما برشا عوائق يمكن معناتها ما تخليناش نكونوا حاضرين في سبتمبر، ولكن سنحرص معناتها من طرفنا من ونحرص خاصة من قبلنا على أساس أنه نكونوا عندنا المبادرة في أنه ننجز الدستور في أقرب وقت ممكن باش من بعد نمشيو للانتخابات وعلى الأقل نحدوا رسنامة الانتخابات. هذه مسألة معناتها واضحة، وعلى كل حال احنا وعدنا سيد الرئيس باش نكونوا ماشيين في المساعي دي وباش نحرصوا على أنه الانتخابات والدستور يتم في أقرب وقت ممكن، وخاصة أنه توا كما قال سي طاهر عملنا لجنة التوافقات باش نمشي ونتوافقوا الناس كل جميع الفصائل السياسية جميع الحساسيات الناس كل الموجودين باش يتوافقوا على نقاط خلافية ويلقاو سبل التوافق في خصوص، لأنه ما نجموا نصرعوا في الدستور صيغة الدستور إلا بالتوافق. مع الشكر.